للتبرع في أعلى الصفحة في البايو. بارك الله فيكم ورفع الله أقداركم وجبر الله خواطركم. ليش يا أبو فارس؟ استعينوا بالله يا كرماء، استعينوا الأطهار أيها العظماء، أغيثوا إخوانكم، هاتوا الولد، هاتوا ما تزعلوا. يلا يا أحبابنا، يلا يا إخواننا، يلا يا أحبابنا، الله يبارك فيكم. تشاهدون هذا الطعام، نقدمه لأطفال غزة، نقدمه للمحرومين، نقدمه للمكلومين، نقدمه لهؤلاء لأطفال غزة إن شاء الله. هذا القدر المزيد الذي نقدم به الخير لإخواننا. جزاكم الله يا من قدمتم، يا من أطعمتم، يا من أغثتم. اليوم كان يوما حافلا، اليوم يوما حافلا، بل هو عيد بإذن الله عز وجل نجبر به الخواطر. نقدم للأطفال ولهؤلاء المساكين، هؤلاء المتألمين، هؤلاء الذين يعيشون في الخيام الحارقة تحت الشمس، كل يوم نقدم لهم هذا الطعام. فبارك الله في من أعطى وبارك الله في من أنفق. الله أكبر، جزاكم الله خير الجزاء، كتب الله أجركم، نفع الله بكم. اللي بيستطيع يفكر الله ينفع إخوانه حتى يستمر هذا الطعام إن شاء الله، حتى يستمر هذا الخير بإذن الله، حتى نغيث أهلكم وإخوانكم، وحتى نقدم للمساكين وللمحرومين وللجائعين وللمكلومين وللمتألمين ولمن يموتون جوعا ومن سوء التغذية. بارك الله فيكم. أمين. بارك الله فيك أم محمد، بارك الله فيك، مع إخواننا الفضلاء، مع هؤلاء الشرفاء، مع هؤلاء الأحرار، مع هؤلاء المخلصين نقدم. وبذلك فليتنافس المتنافسون، فليتنافس المتنافسون في الخير، في الأجور العظيمة، في الصدقات، في الدرجات، في العظمة، في السمو. طيب الله أنفاسكم يا من قدمتم الطعام لأهل غزة. الله عز وجل يقول: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا من قدمتم الطعام أجركم مكتوب، درجاتكم عظيمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. معانا الآن، جزاكم الله خيرا. استعينوا بالله يا عظماء، استعينوا بالله، والله ما دفع هؤلاء الأطفال إلا الجوع والقهر والألم. استعينوا بالله، استعينوا بالله، وأروا الله من أنفسكم خيرا وما تقدمونه فيه خير لأنفسكم. استعينوا بالله يا عظماء، استعينوا بالله يا أحباب الله، استعينوا بالله يا كرماء، استعينوا بالله يا شرفاء. أسأل الله العظيم أن يكتب أجركم وأن يسعد قلوبكم وأن يناولكم مرادكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والله إنكم عظماء، والله إنكم شرفاء، والله إنكم عظماء. استعينوا بالله، والله ما دفع والألم، والله ما